إيران تبث فيلماً وتنشر صوراً لمن قالت إنهم ضباط بالمخابرات الأمريكية ضمن أخبارنا لهذا اليوم. مساء الخير متابعينا. المعتاد هو أن تسير السيارات على الطرقات حين تكون داخل المدن، لكن سيارة في كندا قامت بأمر غريب حين هبطت على الدرج بحسب مقطع فيديو انتشر بشكل كبير. وأظهر الفيديو سيارة وهي تنزل على سلم محاذ لأحد الفنادق الفاخرة، وظلت تهبط بشكل بطيء وتدريجي إلى أن صارت في الأسفل. وتراوحت التعليقات على الفيديو بين من يقول إن السائقة دخلت إلى السلم عن طريق الخطأ، وآخرين رجحوا ألا تكون صاحبة السيارة في كامل الوعي. في خبرنا التالي، نشرت صحيفة ذا ستار صوراً لسلحفات نادرة برأسين في جزيرة مابول بأرخبيل الملايو الواقع بين جنوب شرق آسيا وأستراليا، مشيرة إلى أن العلماء أكدوا أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل هذا النوع من السلاحف، وخاصة بين 13,000 سلحفات ولدت في مركز البحوث. وتسمى هذه الحالة في العلوم ديسيفاليك، وهي حالة نادرة للغاية وغير نمطية بين التوائم، حيث ينموان في جسد واحد ورأسين مختلفين. في خبرنا الثالث، أثار شاب حالة من الذعر على متن طائرة بعد أن شوهد وهو يتسلق جناحها في أثناء استعدادها للإقلاع. وحسب صحيفة ذا سن البريطانية، أظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب في مطار لاغوس الدولي بنيجيريا الركاب وهم مذعورون من المتسلل الذي ذكر التقارير أنه كان يحاول اقتحام قمرة قيادة الطائرة. ولم تتضح حتى الآن حقيقة نوايا هذا الرجل الذي لم تحدد هويته بعد، وكيف وصل إلى الطائرة التابعة لشركة الطيران النيجيرية. كشف منسق المنتخب الجزائري ما أشار إلى أنها حقيقة تجاهل مصافحة لاعب المنتخب رياض محرز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الرياضة والشباب أشرف صبحي أثناء تتويج محاربي الصحراء بنهائي أمم إفريقيا الذي أقيم في القاهرة. ونقل عن محرز قوله إن الأخير دافع عن نفسه وقال إنه لم يتعمد إطلاقاً عدم مصافحة الثنائي، وكل ما في الأمر أنه كان قد صافح كل المتواجدين على المنصة بمن فيهم الثنائي المصري أثناء استلامه الميدالية الذهبية قبل تسلم الكأس. وفازت الجزائر في المباراة النهائية لأمم إفريقيا على منتخب السنغال بهدف نظيف. خبرنا الأبرز من إيران، حيث عرضت وسائل إعلام محلية صوراً تزعم أنها لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قالت إنهم كانوا على اتصال بمجموعة أشخاص يشتبه بأنهم جواسيس جرى اعتقالهم في إيران. وألقت السلطات اليوم القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام. وكانت إيران قد أعلنت في يونيو حزيران الماضي أنها فككت شبكة تجسس لحساب المخابرات الأمريكية، ولم يتضح ما إذا كان إعلان اليوم مرتبطاً بنفس القضية. وتشهد منطقة الخليج توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية. أي خبر أثار أعجبكم أكثر؟ أخبروني في التعليقات أدناه، وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك، إنستغرام وتويتر. أراكم في موجز الغمد.